مرحبا، بهيدي السلايد رح نشوف شو أهم differences بين الميتوسيس والميوسيس. هلا أنا رح أحكي differences بالأشياء العامة تبع الميتوسيس والميوسيس، ما رح نفوت بتفاصيل الفيزز. ميتوسيس وميوسيس بتاخدوها بجريد 9 وبالتاني علوم وباللايف ساينس. خلينا نبلش بالميتوسيس. ميتوسيس is a process where a single cell divides into two identical، ركزوا لي على identical، daughter cells. بالصورة اللي قدامكم هيدي اللي عم دل عليها، هيدي اسمها mother cell. بعد الديفيجن هول بسميهم daughter cells. اوكي، طيب عملية انقسام هيدي السل ليطلع عندي خليتين identical يعني متشابهين بين بعضهم وكمان identical على mother cell، هيدي العملية بسميها mitosis. ميتوسيس هي division للبادي أو يلي بسميهم somatic cell يعني non-sexual cell. أهم objective، أهم purpose، أهم هدف بالميتوسيس إنه عم بيكون عندي conservation للnumber of chromosomes. يعني أنا لما ببلش بtwo chromosomes بخلص in each cell كمان بتو كروموزومز. لما بلش ب 46 كروموزومز مثل عند الهيومن سبيشيز بخلص in each daughter cell كمان ب 46 كروموزومز. انتبهوا، نحن بنذكر عدد الكروموزوم in one cell. خليني اروح على هيدي الصورة. ميتوسيس بلش ب cell فيها 2n كروموزومز. 2n يعني عندي pairs of homologous chromosomes، هول حكينا عنهم بالكاريوتايب. إذا بدكم تشوفون في فيديو بيحكي عن الكاريوتايب لتتذكرون. بالميتوسيس إذا بتبلشوا بسال فيها 2n هتخلصوا ب 2 daughter cells كل وحدة فيها كمان 2n. سو لما بتحكوا عن ميتوسيس ما تفكروا، بتشوفوا المادر سيل كم كروموزوم عندها، دوتر سيل كل وحدة لازم يكون عندها نفس عدد كروموزومات المادر سيل. خلينا ننتقل على الميوسيس. ميوسيس هي cell division of sex cells. الميوسيس هي عملية انقسام مرتين مثل هون، هيدي المادر سيل انقسمت أول مرة عطتني 2 daughter cells، رجعوا هودي 2 daughter cells انقسموا مرة تانية وعطيوني 4 daughter cells، هيدي كلها اسمها ميوسيس. فإذا الميوسيس هي 2 successive division، 2 division ورا بعض، بيطلع عندي 4 daughter cells مش 2 مثل بالميتوسيس. خلينا هلأ نتطلع على number of chromosomes. بالmother cell كان عندي 1, 2, 3, 4 chromosomes، بينما بالdaughter cells عندي بس 2، نص عدد الكروموزوم. فإذا الميوسيس does not conserve the number of chromosomes، بالعكس بالميوسيس عدد الكروموزومات بينزل للنص بالدوتر سيل. فإذا بلشتوا بالمادر سيل ب 6 كروموزومز لازم تخلصوا بالدوتر سيلز بكل وحدة 3 كروموزومز، النص.
إذا بلشتوا ب 46 chromosomes in the mother cell, you end up with 23 chromosomes in each daughter cell. Daughter cell يلي منحصل عليهم نتيجة الميوسيس هن اسمهم جاميت. خلينا نشوف هيدي الصورة. ميوسيس بلش ب 2N بخلص ب N، كأنه عم قول بلش ب 46 كروموزومز بخلص ب 23 بكل كروموزوم. هلا لما تجوا تعدوا الكروموزومات ما تضيعوا بالكروماتيد، يعني هيدا الكروموزوم في بقلبه 2 كروماتيدز بعدوا واحد، بينما بالدوتر سيل كل كروموزوم في بقلبه 1 كروماتيد بس ستيل بعدوا واحد كروموزوم. الفكرة اللي بدي وصلكن ياها، لما تجوا تعدوا number of chromosomes in a cell ما تهتموا إذا هالكروموزوم في بقلبه 2 chromatids أو 1 chromatid. أوكي؟ هلأ ليه صار 1 chromatid؟ لما نشرح الفيزز of mitosis and meiosis تعرفوا ليه. آخر شيء خلينا نعمل هيك summary صغير للفرق بين mitosis وmeiosis. إذا بتطلعوا بهيدي الصورة، الميتوسيس هي division وحدة، the mother cell divides once لتعطيني two daughter cells، بينما الميوسيس المother cell بتنقسم مرتين، هيدي أول مرة هيدي تاني مرة، لتعطيني four daughter cells. بالميتوسيس بهيدا الإكزامبل بلشت بأربعة كروموزوم خلصت كمان بأربعة، منقول إنه الميتوسيس conserves the genetic information، بينما بالميوسيس بلشت بأربعة كروموزومز خلصت بكل دوتر سيل بس بتو نص الأربعة. فإذن الميوسيس بتعطيني diversity، بتعطيني عدة أشكال مش شكل واحد. كمان مرة إذا عندكم أي سؤال ما تترددوا تسألوني. Thank you.